اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. الأبراج التي تتمتع بالمال والثروة. المال شيء ضروري لحياة مستقرة، لذا يسعى الناس باختلاف تصنيفاتهم من ذكور وإناث للحصول عليه. تتفاوت مكاسب الناس المادية تبعا للأعمال التي يقومون بها وعدد ساعات العمل إضافة لحظوظهم في هذا العمل، وتختلف باختلاف هذه المكاسب طبقات ثراء الناس. فهناك بعض الأبراج يجذبون الثراء إليهم فتكون حظوظهم المالية عالية جدا، كما لو أنهم يملكون مغناطيسا للمال، لكن هذه الفئة تشكل قلة قليلة في الواقع. فلا معنى للحظوظ المالية الكبيرة جدا ما لم يحسن المرء الاستفادة منها. فمثلا هناك بعض المواليد التي تتمتع بحظوظ مالية عالية لكن لا تعلم ما هي طرق الاستفادة منها بالشكل الأمثل. مثلا مولود برج القوس هو أحد المواليد التي تملك حظوظا مالية مرتفعة جدا، فهو من أكثر الأبراج التي تجذب المال، وذلك لأنه يتمتع بالقدرة على جذب الفرص المالية إليه. إلا أنه برج فوضوي جدا بشكل عام، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمال، وبالتالي فهو يجني المال الوفير لكن كل ما يحصل عليه ينفقه على ملذاته الشخصية. في هذا الفيديو نكتشف من هي الأبراج التي تتمتع بالقدرة على جذب المال، وتعرف ما هي الطرق الواجب اتباعها كي تضاعفه. البرج الأول على قائمة الأبراج التي تتمتع بالمال والثروة برج الجدي. الجدي مولود قوي صلب كصلابة الأرض، يجذب المال بشكل كبير لأنه عامل من الطراز الأول، فلا أحد يستطيع إتقان عمله مثل هذا المولود. منحته الأرض قوة كبيرة، فلا يعرف مولود برج الجدي الخذلان والهزيمة. إنه مكافح ويعمل بجدية مطلقة طوال الوقت من أجل الوصول لطموحه وتحقيق أهدافه، لذا لن يصعب على مولود التراب أن يحصل على ما يريده من مال بجهده. يتمتع مولود الجدي بنوع خاص من الذكاء، فهو يعرف تماما كيف يغتنم الفرص المناسبة والتي عليه استغلالها على أكمل وجه. مولود الجدي عامل من الطراز الأول، فهو لا يقف عند حد معين في العمل، بل يناضل ويستمر يدفع نفسه حتى حدودها القصوى من أجل تحقيق هدفه، والذي عادة ما يواجه مصاعب عدة وعقبات في طريق تحقيقه، وفي أغلب الأحيان يكون جني المال هو هدف مولود الجدي، فهو يسعى دائما لبناء حياة مستقرة ماديا. يمتاز مولود برج الجدي بعمله بشكل دائم على تحفيز نفسه، فهو يحرص دائما على هذه العادة من أجل ألا تستطيع العراقيل والمصاعب النيل من عزيمته، وكي يكون قادرا على الاستمرار والمضي قدما للوصول إلى ما تصبو إليه نفسه. يطلق على مولود الجدي لقب مغناطيس المال، لكن الحصول على هذا المال لا يكون عن طريق الصدفة أو الحظ، بل بالعكس تماما يكون من خلال العمل الجدي الدائم من أجل الحصول على ما يرغب من أهداف ومكاسب. البرج الثاني على قائمة الأبراج التي تتمتع بالمال والثروة برج العقرب. العقرب عاشق للمال، فهو يسعى ويطمح دائما للحصول عليه، لأن غايته من الدنيا هي تحقيق مكاسب مالية عالية. لذا عندما يتعلق الأمر بالمال يكون هذا المولود المغرور محظوظا جدا. العقرب لا يستطيع الجلوس دون عمل لأيام، فهو لا يجد نفسه إلا أمام فرص عمل جديدة، لذا دائما ما يطمح بالوصول إلى وظيفة جديدة براتب ضخم يحقق رغبة هذا المولود العاشق للمال.
يبحث دائما مولود العقرب عن فرص للاستثمار في مجالات لم تكن تخطر على ذهن أحد من قبل. يعشق العقرب أن يحتل منزلة القائد، فهو لا يقبل بمكانة أقل، لذا تراه يبحث بكل جهد عن الطريقة المثالية للوصول إلى كرسي القيادة. يمتاز هذا المولود بأنه حين يتعهد بأمر ما فهو يلتزم به تماما بالرغم من مواجهة العديد من الأزمات، ويبقى على تعهده حتى يحقق التزامه ويصل إلى النهاية. طموح مولود العقرب ينصب كله في كيف يستطيع جني المزيد من المال، فهو عاشق له، يمضي حياته راقدا خلفه ساعيا للوصول إلى حياة مريحة بكل المعايير. لدى مولود العقرب ذكاء خطير، فهو مترافق مع الحظ، ما يجعل من هذا المولود قادرا على التخطيط وتنفيذ مخططاته بكل دقة، وربما بكل احتيال في بعض الأحيان، ما يجعل من العقرب متصدرا لقائمة الأبراج التي تنعم بجني الكثير من المال. البرج الثالث على قائمة الأبراج التي تتمتع بالمال والثروة، برج العذراء. العذراء برج يتمتع بجدية غريبة لا نظير لها. هو مولود لا يكترث كثيرا للمال، بل ما يهمه هو الإنجازات التي يمكنه تحقيقها في حال حصل على ما يلزمه من أموال. مولود العذراء يعتبر من أكثر الأبراج جدية، لذا حين يقرر القيام بعمل ما أو يطلب منه تنفيذ مهمة ما، فهو ينجز هذا العمل بشكل مثالي وعلى أتم وجه، إن كان هذا العمل ضمن طاقاته وقدراته، وإلا فيعتذر فور تكليفه به عن إنجازه، فهو لا يرضى بأن يقوم بعمل ولا يخرج بنتائج مثالية من بين يديه. مولود هذا البرج يمتاز بقدرته العالية على ملاحظة أدق التفاصيل التي قد يصعب على الآخرين التدقيق بها أو ملاحظتها، حيث يصنف هذا المولود ضمن النوع المهووس بالتفاصيل، لذا فهو من الأبراج التي يمكنها رؤية الفرص النادرة والتي قد لا يكون باستطاعة الآخرين رؤيتها. وعلى قائمة الأبراج التي تتمتع بالمال والثروة، برج الحوت. الحوت برج مبدع للغاية، يعمل ويخطط وينفذ بأدق التفاصيل، كما يشتهر بأنه عادة ما يسير مع التيار، لذا فهو يملك طاقة وقدرة عالية جدا على التأقلم مع كل المواقف الحياتية الجديدة أحيانا أو تلك التي قد تواجهه على أي صعيد كان في حياته. الحوت يمتلك نوعا من التأقلم السريع الذي يدفعه كي يسير وفق أهم أسس النجاح، وبالتالي حين لا تسير الأمور كما كان قد خطط هذا المولود لن يتأثر بذلك على الإطلاق، لأنه يكون قد قام بوضع الخطط البديلة لأي خطة فاشلة، لذا كل ما يطلب منه في ذلك الوقت هو تنفيذ الخطة الثانية وبسرعة بالغة، وبالتالي يتمكن من تحقيق النتائج المرجوة دون أن يعلم أحد كيف حصل هذا. بهذه العقلية الذكية التي يتمتع بها هذا المولود وبالخطط التي يضعها مسبقا، يصبح المال كنزا وفيرا لديه ينهمر عليه من كل حدب وصوب. مولود برج الحوت يضع المال في قائمة أهدافه الثانوية، فهو لا يشكل شيئا رئيسيا في حياته، لكنه لا يمانع أن يعيش حياة الرفاهية إن أتيحت الفرصة له بذلك، لأن ذلك سوف يجعله قادرا على القيام بما يحب القيام به دون خوف من المصاريف المالية. البرج الأخير على قائمة الأبراج التي تتمتع بالمال والثروة، برج الثور. مولود الثور هو
أحد الأبراج التي تعشق المال والرفاهية، فهو يهوى المظاهر والترف، لذا يحتاج هذا المولود وبشدة إلى المال في حياته، فهو يسعى بكامل طاقته كي يتمكن من الحصول على مبالغ مالية تجعله قادراً على إحاطة نفسه بكل الأمور الجميلة وامتلاك كل ما هو باهظ الثمن. نعم، هذا فقط طموح مولود الثور، فهو يطوق لكي يحيا حياة الأثرياء، لذا يناضل ويجد كي يتمكن من العيش بسعادة حسب مفهوم السعادة لديه. وبالتالي يعمل الثور على تسخير كل طاقاته وكل قواه وكفاءته من أجل أن ينجز عمله على أدق وجه. يسعى ويتعب هذا المولود ليس من أجل تحقيق النجاحات على الصعيد المهني، بل هو يسعى فقط من أجل جني الكثير من الأموال. إن استطعت الدخول إلى عقل مولود الثور والتجول قليلا فيه، فسوف تجد أن هدفه على الصعيد المهني لن يكون سوى جني مبلغ مالي ضخم، فهو سيعمل بكل طاقته ولن يعرف طعما للراحة والهدوء قبل أن يحقق هدفه هذا. كانت هذه جولتنا مع الأبراج التي تتمتع بالمال والثروة، قدمناها لكم من قناة رويش تي في. اكتبوا لنا في التعليقات إلى أي برج فلكي تنتمون، وهل أنتم من الأبراج المحظوظة بالثروة والمال؟ إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا أن نقر على زر الإعجاب ومشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. إذا أردتم مشاهدة المزيد اختاروا واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامكم الآن.